أسعد الله أوقاتكم أيها السادة والسيدات، حلقة جديدة من حلقتنا على المشاهد تي في ببرنامج صوت المواطن. معنا في هذه الحلقة عفيفة الحسينات، أستاذة باحثة في الدراسات الثقافة البصرية ومترجمة وكاتبة وناقدة فنية مغربية. الكاتبة عفيفة الحسينات هي الكاتبة العامة للجمعية المغربية للصورة، وهي كذلك تشغل عضو الكرسي الجامعي لفاطمة المرنيسي. نشرت العشرات من المقالات والدراسات في منابر ورقية وإلكترونية بالمغرب وإنجلترا، ونشرت كذلك الكتاب الفني نخوة مغربية عن الفرس المغربي باللغة الإنجليزية، وهو كتاب مشترك، ولها كتاب مدخل إلى الثقافة البصرية، وسيصدر لها قريبا ديوان شعر بالعربية والإنجليزية تحت عنوان حكاياتها من مكناس إلى لندن، وكذلك كتاب عن النقد السينمائي بعيون امرأة مخضرمة. أستاذة عفيفة مرحبا بك. مرحبا بك أستاذ الله. إذا أستاذة، حضرتي مؤخرا للفيلم الوطني بطنجة، ما تقييمك لأفلام المهرجان؟ شكرا لإضافة ديالك أولا. بالنسبة للمهرجان الوطني اللي حضرته مؤخرا، أقول لك الأفلام طبعا غنقدر نقول أنها كانت جيدة، مع الأسف كانوا اليومين الأخرى كنتسرى المجال بالبر حضور المواعيد الأخرى والعمل، ونقدر نقول أن الأفلام اللي شفتها قبل ما نرجع للبر ما نقول لك، ولكن ما عرفت موصلش واحد المستوى اللي أنا كنقدر تعجبني. كاين واحد الفيلم ديال لأنه الفيلم الفيلم المجهول هذا كان خدع لي شوية بالنسبة ديالي، أما الأفلام الأخرى مع الأسف داكشي كنقول بأن ربما الأفلام اللي بقات في المعين اللي من بعد ما رجعت ربما كانت في مستوى أفضل. إذا أستاذة، ننتقل إلى كتابك نخوة مغربية، لماذا هذا الاهتمام بالفرس وبصورة الفرس؟ ذلك الكتاب كان بهذا الشكل، هذا هو على شكل مشروع عن طريق مصطفى مسكين هو الفوتوغرافي المعروف، كان هذا الصور اللي هو عملها اللي هي على شكل مثل، كنا في المشروع لأننا عندنا شي حاجة اللي هي تحدث على الثقافة الأصيلة المغربية، وهو عنده صور كثيرة سواء على البدن على الناس، بزاف الأشكال الصور اللي عملو اللي كتبرز بزاف الأشياء الثقافية الأصيلة ديال المغرب. كان الصور ديال الفرس اللي هو كان جمع داك الكورتس داك النهائي اللي كانت الصور ديال الفرس ديال خاصة فلوريدا، كان فيه منطلق طبعا انا عندي مثلا فرس ومشهورين لقاءات كانت كثيره مع الفرس والانتباهيه ولا في الكامشين عندو فروسيه، ولكن بالنسبه للكتاب كان ذاك المثل هو اللي خلاني انا وزوجي ديالي ابليس القري هو اللي عمل نسخ اللغه العربيه، سمينا بهذه الفكره اننا نخدمو كمشروع كتاب فني يعني في الصور في النصوص. وفيما أنا في مقدر قلت أني ما كنتش متخيلة، كنت متخيلة باش تكون صريحة مع مشروع غادي نزل واحد المشروع كتاب غادي يكون مرصوص، من بعد لقيت راسي حبيت ذاك المشروع، حبيت الفكرة، حبيت الفرص بواحد الشكل غريب، حبيت الفكرة ديال كيفاش ثقافتنا كيفاش ربينا الفرص من زمان، الفرص الأكاديمي الأصيل واللي تناقش عن الفرص العربي، وكيفاش أن المغاربة كيفاش كان علاقتهم بالفرس وسلطان البلاد، ويعني it's a whole construction يعني واحد تكوين ثقافي كبير هو من غير الفرس إلى مالها ولا بوريدا غير مسألة يعني الناس يجمعوا ويفرحوا هي طبعا هادشي وكثر من هادشي،
وكما في لقيت بانني ردت بزاف الريسيرش في باش عرف المعلومات عن فرنسا والمصري والامازيغي والعربي وعلى فلوريدا وعلى السروج وعلى الصناعه ديالهم عالم انقل. ومن بعد طبعا كنت نص وعرفت كيف ضغطي صحيحه كاين بزاف ديال البروسيجر مراحل كثير. إذن أستاذة ثم انتقلتي بعد ذلك إلى كتاب مدخل إلى الثقافة البصرية، هل نحن بالفعل في المغرب نحتاج لهذه العينة من الكتب ذات العمق الثقافي يعني ثقافة بصرية؟ ما يمكن ما الذي يمكن أن تحدثينا عن هذا الكتاب والترجمة دياله؟ أكيد جاوب السؤال ديالك قبل واش محتاجين كتب تتحدث أو تناقش أكثر بالثقافة. نعم. أكيد حنا محتاجين له بزاف باش نتكلم، لأننا إلا ما درسناش راسنا ما نقدروش نصوروا راسنا، والإنسان اللي كان شخص راه يقول لك مرة مرة خاصك توقف وتشوف المراية وتقول ناهي سنوصل شنو نعمل شنو غلطي شنو. وطبعا محتاجين هذه الوقفة والنظرة إلى الوراء من نفسي إلى الأمام. هو بالنسبة للكتاب، يعني السؤال ديالك عن الكتاب، هو كان بحث ديالي في دراستي الماستر، وقبل منه فاش كنت كندرس لثانية في انجلترا كنا كندرسو هذا الدراسة الثقافية كالتشرال ستاديز، وهو الثقافة البصرية جزء من الدراسة الثقافية. فانا من ديك الساعه كنت دائما كنستفاد هي كما كنعرفوها يمكن كثير منا كنعرفو دراسه الشبر، ولكن دراسه الثقافه البصريه ماشي غير دراسه الصوره اللي هي صعبه طبعا وماشي مهيمنه، ولكن هي دراسه هذاك كثير المجتمعي كامل وذاك الثقافه كامله كنشوفوها عن طريق صورها وكيفاش هي انها الثقافه البصريه هي التحليل كتعبر ثقافة بواسطة الصور المرئية، شنو كانوا الأشكال ديالها ولا الحوالي اللي كيكونوا فيها سواء على الهاتف سواء على الوصلات الإشهارية في الحفاظ أو لا في الشوارع اللي كيكونوا موجودين اللي كنقولهم مثلا في الجيسيتان. وهذه هي دراسة هذوك الصور المرئية بكل أصناف ديالها من أجل فهم المجتمع. وإذا السؤال ديالك ديال واش نحتاج نقلع عن التجنس، ساعدنا بشكل كبير على فهم التفاعل ونبين قدما خصوصا في زمن الصورة وفي زمن الانستغرام والفيسبوك وفي زمن اليوتيوب وما يعني أننا نحن وسط هذا الركام من الصور التي نستقبلها بشكل يومي. نعم، مين كان في حول حنا الصورة زمان كان قليل يمكن مثلا اللي عنده بالحق يدير الدار ديالو ولا تخرج لبرا، كان دابا ملي مثلا مين كتبحر كتشوف صور عايشين في كما قلت في ساعات كل الصور. إلا خديناها بروجرام خديناها بشكل سابق من أول في السينما الصور، وهي التأثير اللي كتأثر علينا على الصور راه كبير بزاف ولازم نفس الدراسة ديالنا. إذا أستاذ ننتقل إلى إلى الحديث عن كتابك المقبل السينما المغربية وكذلك والنقد السينمائي بعيون امرأة مغربية، يعني هذه الثنائية اللي عندنا في المغرب يعني كان حضور قليل للنساء ثم بعد ذلك بدأ هذا يعني نوع من التزايد ومن الحضور النسائي في الحقل الفني السينمائي المغربي سواء في مجال النقد أو داخل السينما، تمثيل إخراج مونتاج يعني جميع أشكال الأشكال المصاحبة للفيلم المغربي، كيف تنظرين لهذه العلاقة؟ نعم، هو بالنسبه للكتب النقد والنقد النسائي نشاهد في المغرب ونشاهد الدول العربيه في العالم كله كاين نقاش كبير على النقد بعيون انثويه ولا نسائيه، لان المراه كما كنعرفوا هذه مع الاسف حقيقه، وطبعا كاين تطور كبير في هذه المجال
والصوت ديما ولا كيتسمع، ولكن في النقل طبعا كان مثلا يكونوا بزاف ينقل غزال ومغامرة كيما في اللي أو اللي غاكون جالسة كاينة قراءات كثيرة وأفكار اللي في الكيم ولا كيفاش يقدر يكون يعني نظرة جديدة، نظرة أنت من اللي ضروري لأن العالم كاين رجال كاين نساء طبعا. إذا التعلم كله في النقل الأنثوي وهالشيء اللي أنا قلت في المغرب نعم كاين صورة طبعا وشيء جميل جدا أن كاين نساء الآن اللي كيهتموا بالنقد، أما بالنسبة للإخراج ما نقصش الآن لأن شكون في هذه الدرجة الوقية كاين مجموعة من المخرجات نعم. هذوك مجمال هما يعني بزاف ولكن يعني من بالنسبة للناس من هذا هما كيكتبوا وكيسيناريوهات رائعين ويخرجوا أفلام رائعة. أستاذة لماذا هذا الولع بالصورة وبالسينما بالنسبة لك؟ هذا سؤال جميل فأقول لك يعني هو ولع نعم فنقول أنه ولع فنقول لك انتظر لأنها موضوع ساعة نافية من ناحية أخرى أنا ديما دراستي ومساحيتي في كنت دائما مهتمة في الفن والثقافة يعني كنت نقدر نسافر مثل باش نشوف أوبرا ولا نشوف بالي ولا يعني نتفرج مسرحية أو نسمع موسيقى. هل يمكن أن نشوف أن نراك على يعني مستقبلا على في إحدى الأفلام المغربية أو في إحدى المسلسلات المغربية أو في إحدى برامج؟ لا إذا ما طلب منك ذلك. إذا ما طلب من ذلك أقول لك ما غاديش نشوف طبعا غادي نشوف شنو المشروع أنا سو إكزام يعني ماشي زولا ولكن خاص يكون شي حاجة اللي ريلي أنا إنسانة ريزانية بزاف لكن الأخذ ديالي نقد الكتابة ديالي كتابة إبداعية مثلا الفيلم إلا ما نسيش وما خلانيش وما خلصت بروحي تبع راه ما كانش شيء بالنسبة للدور ولا ربما ربما إلا كان عموما في الحقيقة كنت كتبت هذه المسألة فاش كنت صغيرة عملت مسرح حاجة يمكن بزاف في الويبينات في روزالي في أوبرا في ديرو يعني كيف أنا حكيتي كانوا تكون جرافة مسلمين ولكن في هذا الوقت هذا الآن فاصل موضوع مستقيم. إذن أستاذة بالنسبة لك يعني أنت من داعيات إلى ثقافة الجمال وإلى ترسيخ ثقافة الجمال، يمكن تحدثنا على هذه النقطة هذه؟ نعم ثقافة الجمال بكل أشكاله من الإنسان ولا في المعمار في شيء جاز في البلاد ديالنا والشريط ديالنا فاش كتكون مثلا تمشي على جديك ولا تقرا السيارة ديالك ولا في المكوك ولا في المكتبي وكتشوف وجه مشهورين واحد غار ولا مثلا تقدر تواجهين ولا وفي جميلة وكيجي ويكتب الإنسان كلشي ديالو بالرغم هو راه ممارسة بسيطة مثل لحقاش حد يشد يعني تدرس الكون ديالهم ولكن واحد من العام في مريكا ديما كنقولو نسألو القبح هو هذا اللي يسال بس زعما المهم زعما كيهز الروح كيقد يزيد المجتمع القدام القبح حتى واحد انا ما كنبغيش يوصل تحت القبح حتى اللي يقدر يقول انا ما عنديش مشكلة انا راه في الداخل اللي تبيعو راه مألم ولا مألمة وكتقول علاش هذه علاش هذه الحالة اللي حنا فيها الفوضى الجمال اللي وحتى الممارسات مثلا فاش كانوا نشوف انا راني مثلا كبرة من كان عندي 13 سنة ولا سنة واو مؤخر في المغرب فيما كتشوف واحد الجمال راه ماشي ناس زوينين أكثر من هنا ولا راه هنا عندنا كتر الجمال وعندنا نعمة رجال وعندنا مدافعين عندنا كلشي
في الثقافه ولا المدينه. ولكن في الباص مثلا تمشي تمام تستشف الناس وقت يسدين راهي شحال بسيطه، وانا كيجي شي وقت يخلص عليهم كيجي يوقف معاهم وفي بلاد ماشي بانه بحال هذا شي انجاز كبير. لا انا بالنسبه لي هذاك الوقت ديال الانسان كيوقف في الكوبا كتشوف السياسه ديال السلطان كتقلب كاين باش تشوف داك الناس اللي هما واقفين وقبل من الكوره كلشي اليوم ولا ما نزيدوش ولا كلشي كيكون عنده واحد النظام وكيمشي عليه من الناس كاملين اللي في هذاك المجتمع، وهادشي كيخلي داك المجتمع كله عنده واحد الصوره جديده. استاذه بالنسبه للمزاوجه ديالك الكتابه ديالك باللغه الانجليزيه وباللغه العربيه، اين تجدين نفسك؟ باش نكون صريحه نعم ونحب تكون لها اللغه الام باللغه العربيه ولكن كما قال محمود درويش ما عقلتش على السيره الدكتور كما قلت لك انا كنحب نكتب لي اكثر باش نكتب الانجليزيه ويغنيك انني طبعا انا مدرسه ودوزت سنين كثيره في بريطانيا ماشي غير باش عشت معي وحياتي اسريه وعشت مع الناس وشفت الاسواق يعني اشتغل تما من عمر فاش كتكون هكا كتكون يعني دخلتي في وسط الثقافه في وسط المجتمع في وسط المجتمع. انا بالنسبه لي هذه الاحساس ديالي كثر في اللغه الانجليزيه وما عرفتش يعني ماشي تا انسان شحال ماشي بعالي يعني انا كنقول لا من الاحسن تكون انجليزيه لا كنلقى راسي مثلا ما كنكتبوش بزاف الافكار كيجيني بالانجليزيه كنلقى راسي كنكتبهم حكم انا بنيت الدراسه ديالي ديال الترجمه كنبقى نكتب ولكن نعم ما عرفتش واش هي طبعا اللغه الغنيه طبعا انا اللي غنقصني جدا بس اللغه العربيه والسبسي ولكن شخصيا كنلقى راسي كنكتب الانجليزيه وكنلقى راسي مثلا الا غنقول فكره الا غنقول الانجليزيه كنقول زوطور ندير على شي مقطع من عندي ولا شي كثير وشي جوندوم الا جيت نقولها بالعربيه غنقولها ولكن ما حنا كنلقى عندي في الدنيا كاين يعني كنحتاج تكون امراه ما عرفتش حق هذه القضيه كنتسائل عليها مع وبالنسبه للاستاذ اللي الدارجه المغربيه اللي الناس اللي كيدعيو باش تقرا يعني واش يمكن الجمال والدارجه يمكن يتلاقاو؟ طبعا الدارجه جميله يعني لغه جميله ولغتنا ونهضرو بها يعني دائما انا كنكون في لندن ولا كنتجوز على معنى نهضرو بالدارجه هذه اولا طبعا لغتنا اللي كنلبسيها واللي هي حنا هي اللي كتهضر علينا وكنهضرو عن طريقها. بالنسبة للتدريس ديالها باش غنقول لك بالنسبة للغة باش تدرس لازم تكون منظومة بحال يكون تكوين لغة بدمائية ونحن المصادف وفي درجة درجة ندرسو اللغة ندرسوها إلى 8 شهور هلا لغة ما غنعلموش الحروف نعلمو كيفاش يصوروا الجمل الدارجة مع الأسف ما كنلقاوش هاد 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 الصيغه هذوما بزاف في الصيغه الدارجه و خاص باش ندرسو الدارجه خاص يكون كل المحتوى الدارج باش هادي الصيغه اللي ندرسو الدارج اللي ندرسو في المدرسه يخرجو طبعا يقرا كتب بالدارجه ربما هو مسكو شي نهار انا بالنسبه لهاد الموضوع كنحطلو لقاش لوكتي اللي كنحبها اللي كنقول اه علاش لا ولكن فاش كتحسيها بعض الدنيا اكثر وعند الدنيا اقل فتلقى موضوع حديث في كما تقول. استاذه كلمه اخيره لك الجمهور لقناه المشاهد. نعم كلمه ما عنديش يعني فضاء في المكان في ذيك الحاله ياك مفتوحه للجمهور ديالك والناس اللي كيقراو المقالات ديالك والناس اللي كتشري الكتب ديالك باش تقولي لهم واحد رسالة ولا كلمة؟ كنقول لهم شكرا بزاف، أنا كنعيش بزاف لأننا كنقرا بحياتنا، أنا سعيدة أن يكون عندي جمهور يعني ولا ناس اللي كيحبوني كيقراو مقالاتي ويقتني الكتب اللي شفت لحد الآن اللي غنقول لهم بزاف، وكنقول لهم ولي قلت كلوا في الصحة
نحاولوا نستو معنا حتى لحياتنا والوجود ديالنا ونكونوا الكونينات ممتازين ونسجلوا ايجابيه اكثر، لان اذا شفنا حولنا كاين اللي بان السلبيه كاين السلبيه والسلبيات، اذا نحاولوا نعطيو الايجابيات نعطيو الايجابيه ونمشيو لقدام براسنا كشخص شخص وانسانه انسانه وكمجتمع. هادشي غنقول. في نهاية هذه الحلقة كانت معنا الأستاذة والناقدة السينمائية المغربية عفيفة الحسينات، شكرا لحضورك الجميل في برنامج صوت المواطن، وإلى لقاءات إن شاء الله متعددة وقادمة، كل الشكر. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.